قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولو اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لو الإنسان اتبع النبي عليه الصلاة والسلام هذا يصير محبوبا عند الله. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والإنسان لمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام دا عرض نفسه لرحمة الله، أو أقبل على رحمة الله. قال الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر الآيات من سورة الأعراف. والإنسان لمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام هذا يكون رفيقا له في الجنة. قال الله تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذولا جماعة حرص على السنة أشد الحرص، ويبتعد عن البدعة وعن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. وروا الحق، هذا الحق واضح، وروا ده هو الصح وده الغلط، وده درب النبي عليه الصلاة والسلام، ده طريقه. يقوم يشاكك، سوي له طرق براو كما سيأتيك البيان إن شاء الله تعالى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قال ابن كثير: نوله ما تولى أي نزين له طريقته ونحسنها استدراجا من الله تعالى. يكون في بدعة وهو مستدرج، قال نفسه عليه خير وهو في شر عظيم. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عشان كذا يا جماعة الله في القرآن سبحانه وتعالى قال: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. كثير من الناس تركوا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وسووا طرق براون. الطريقة الختمية دي نسبة لمنه؟ للختم. الطريقة القادرية نسبة لمنه؟ عبد القادر الجيلاني. الطريقة الشاذلية نسبة لمنه؟ أحمد الشاذلي. الطريقة التجانية نسبة لمنه؟ أحمد التجاني. الطريقة التسعينية، الطريقة الكزنزانية، الطريقة البرهانية، الطريقة يا جماعة معقولة؟ ليه تركوا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليه مشوا للطرق دي والجماعات؟ الله ما قال في القرآن، الله سبحانه وتعالى ما قال في القرآن: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. طبعا في ناس ما بيسمعوا الكلام، يعني الله بقول لهم كلام ما بيسمعوه ولا دار يطيعوه، تعركوا براس بس يقول لك نحن كذي بس. تقول يا اخي الله قال: وان هذا صراطي مستقيما، طريق الله عديل وبدايته هنا نهايته في الجنه هناك. الطريق ده بدايته هنا في الدنيا،
ونهايته هناك في الجنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل الطرق المعوجة المنحرفة. وفسر هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. شكي بن كثير أورد الحديث في التفسير، في تفسير سورة الأعراف، في تفسير سورة الأنعام عفوا، الآية 153 في تفسير سورة الأنعام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما على الأرض، وقال هذا صراط الله أي مستقيما، وخط من جانبي الخط خطوطا أي عن اليمين والشمال، وقال هذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. موضوع خطير. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لو دارين تتقوا الضلال في الدنيا وتتقوا عذاب الله في الآخرة، اتبعوا الطريق المستقيم وابعدوا من الطرق، ابعدوا من الجماعات، ابعدوا من الأحزاب، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وتتبع النبي عليه الصلاة والسلام، تتبع الصحابة.